كابتن علاء الف مبروك للنادي الاهلي. اعتقد ان الضغوط بعد 2-0 اتحولت نوعا ما لسان داونز في ماتش العوده. ده اكيد، لكن هو ما تيجي تتكلم عن مباراه، لا بتكلم عن النتيجه. لا ما انا بقول استنى بس، لما تيجي تتكلم عن مباراه مش هتتكلم عن مباراه. يعني كل حد النهارده تساله او اي حد يتكلم هيقول كلمه واحده بس، الحمد لله. تسكت طبعا، بس ما فيش كلام اكتر من كده. الحمد لله على النتيجه النهارده، نتيجه ما فيش واحد في ما فيش واحد بيتفرج على المباراه ولا في الملعب كان ممكن يتخيل ممكن يطلع 2-0، خصوصا الشوط الثاني. الشوط الثاني ما احنا لازم نتكلم كوره، يعني معلش انت ما بروحش لسان داونز خالص، مفيش اي كوره خطر خالص، كله فجاه بقى كور طويل، كله فجاه الحركه قليله جدا في نص الملعب. ويمكن قلنا بين الشوطين واتكلمنا بسرعه ايمن ان انت فاقد نص الملعب في الشوط الاول، انت فاقد انت دايما رده الفعل. سان داونز خد منك البدايه اللي كلنا اجمعنا عليها، عشان تكسب المباريات دي لازم تبقى انت البدايه معاك، انت اللي بتبدا كل حاجه، انت اللي ضاغط هجوميا، انت اللي عندك نزعه هجوميه اكتر، انت اللي ما بتديش المساحات. الكلام اللي احنا قلناه كله ده هو للاسف اتعمل العكس، سبت مساحات، استحواذ دي مهمه. لو شفت الضربات الركنيه اللي جت عليك ايمن هتلاقي كميه، خلي بالك حذرنا منها وقلنا بنفس الطريقه خطر يا كابتن علي، بتتلعب على العارضه الاولانيه واحد بيخطف ويقطع. اتعملت مرتين في الشوط الاول، واحده في القائم واحده أيوه. جنب القائم أيوه. واحده انقذها شناوي براعة أيوه. لا انا بتكلم على، مش سيبك من التنفيذ ايمن اللي اتكلمنا عنه. كم ضربه ركنيه جات لي النهارده سان داونز وانت جات لك واحده او اثنين، هو جاله حوالي 9 أو 10 فالعدد كتير قوي. استحواذ، ما اعتقدش الاستحواذ بتاعك النهارده أيوه. انت النهارده احصائيات المباراه كلها انت فاقدها أيوه. انت كسبت 2-0 الحمد لله. وهقول لك حاجه النهارده، ممكن تتضايق ممكن تقول كويس قوي ان جت على كده والحمد لله الهدف الثاني. انت عمرك ما هتبقى اسوء من كده ايمن، عمرك ما هتبقى بالوحشه دي. كويس ان الوحشه دي طلعت هنا في القاهره وكسبت 2-0، لان هناك الضغوط هتبقى اقل. هو لما ضغوط خلاص هو بيدور على 3-0 في النادي الاهلي، لما يجي يحسبها لا فيها شيء من الصعوبه كبير كمان طبعا. وهناك ممكن بهدوء، انت هناك انت الموضوع اختلف، هناك انت 2-0 انت الاهدى، انت اللي ممكن تساير، انت اللي هتساير المباراه هناك بهدوء اعصابك، خلي الكره دايما في رجلك. تيجي ساعه الكره ساعه المباراه نتكلم، لكن انت تبقى الاهدى. طول ما انت اهدى اعصابك انت تبقى احسن. يمكن بعض اللعيبه النهارده، مش عايز اقول كلها، انا كابتن شريف اتكلم على بعض اللعيبه طبعا بدون ذكر اسامي، بعض اللعيبه النهارده برضو الضغط العصبي عليها تقيل، قلق، في شويه قلق. مهما كان انت الاحسن وانت النادي الاهلي وانت، لكن هي بتختلف من واحد لواحد. انا مش زي كابتن شريف، مش زيك، مش زي بلال، مش زي اسامه، بتختلف من واحد لواحد. يعني النهارده مع احترامي الكامل لكل لعيبه النادي الاهلي، النهارده انت لو شلت ديانج من وسط النادي الاهلي كانت هتحصل كارثه. صحيح. يعني واحنا اجمعنا على ديانج قبل المباراه لان هو واضح ان هو في فورمه ممتازه أيوة. وده اللعيب اللي دايما الواحد بيحبه في النادي الاهلي، ان هو مش ماتش او ماتشين ويسكت ايمن، لا هو ماشي بفتره ممتازه، صفقه ممتازه للنادي الاهلي وبيلعب بروح عاليه جدا في الملعب. جدا. ما بص ايمن، يعني النهارده بالظبط 70% من ادائك كله كان مع ديانج، خصوصا في الحته الدفاعيه. وهاني على المستوى الدفاعي كان ماسك نفسه شويه برضه، مش احسن ماتشاته. مش احسن ماتشاته، لا انما ديانج طبعا احسن. ديانج وايمن اشرف كنت كمان بعذرنا ايمن كمان من مجهد جدا وتعبان جدا وراجع من اصابه وبيلعب ولعب النهارده كمان مكان مش مكان لو كان بيأديه. لكن ديانج النهارده، لا ديانج النهارده هو والشناوي ويجي بعدهم هاني نجوم المباراه النهارده، امتياز ليهم. صحيح. هم دول تحس ريحه النادي الاهلي في الاهلي في الثلاثه دول بس. صحيح. فماشي انا موافق، متضايق عشان كنت عايز اداء احسن من كده، لكن 2-0 ده طبعا ده تمركز النادي الاهلي. يا كابتن بص مثلا دي كوره من ضمن الكرات التمركز بتاعنا وبعد المسافات بين اتفضل واحنا بنبني الهجمه، برضو تحس ان اللعيبه واقفه مكانها، مفيش حد بيتحرك. بص يا احمد هنتكلم النهارده، واحنا بنتكلم هي بدايه المباراه، واحنا بنتكلم النهارده احنا اتكلمنا بسرعه كده، قلت لك اللي هيحل اللغز في نص الملعب بين ديانج والسوليه والثلاثي الهجومي تحركات محمد مجدي ورا الاثنين المدافعين بتوع سان داونز. تحركات محمد مجدي النهارده مش كتير، ما استلمش الكوره كتير، حته الخطوره مش موجوده. الكلام ده كله صح، ده اللي كان يحصل وكان لازم ينزل. انت النهارده الاساسيات او انت شكلك الحلو، انت دايما بيبقى في لعيبه النادي الاهلي ما بتعمل حاجتين ايمن، استلام الكوره وتتحرك من غير كوره، انما انت النهارده تحركك من غير كوره بطيء وقليل قوي.
عشان كده مفيش، انا همسك الكوره مفيش حد بيتحرك، هضطر هلعب لورا. لو النهارده عملت احصائيه هتلاقي النهارده لعيبه النادي الاهلي التمرير الخلف كتير جدا. صحيح. ما بيحصلش عشان التحرك للامام بطيء قوي، تحرك الاجناب مش هو، تحرك نص الملعب قليل. انت النهارده بص يا ايمن، انا مش عايز اتكلم في سلبيات كتير، صح، انا عايز اتكلم في ايجابيه، وايجابيه مهمه جدا. هنا طبعا شكل سان داونز طبعا هم مقفلين عليك المساحات كويس قوي، وطبيعي لما فريق دافع عليك بالمنظر ده ايمن لازم تتحرك انت طبعا. يعني طبعا. هم قافلين كويس قوي، صح، شكرا يا سمير وشكرا يا وائل، قافلين كويس قوي. بس انت كمان انت ليه مش انت اللي تتحرك؟ لازم يعني اي فرقه تقفل عليا هقف؟ لا، لازم اتحرك من غير كوره، والحركه من غير كوره كتير. يعني دانج اللي معاه الكوره ده مهمته بقت صعبه جدا، لان الحركه من غير كوره مش موجوده، وده اساس كره القدم. تحرك من غير كوره، استلام وتسلم، ودايما شوف حته المساحات الفاضيه اللي النهارده قليل قوي ما اتحسبتش. لكن رغم كل ده طلعت بحاجه مهمه جدا، الاهم بقى 2-0 مكسب. الحمد لله نتيجه، الحمد لله نتيجه مريحه. 1-0 نتيجه مقلقه جدا، كانت اللعيبه دي هتروح النهارده بعد الاداء اللي هو اكيد مصر كلها تتكلم عليه، اكيد اصحابهم قرايبهم هم كمان عارفين هم النهارده مش في احسن حالاتهم. لما يطلع في احسن حالاته 1-0 هيسافر جنوب افريقيا، الضغط هيبقى زايد جدا. صحيح. هيقلق، يقول لك ممكن حكم يديهم بنالتي، الامور تتصعب. لكن 2-0 في معظم فرقتك مش في التوب فورم بتاعتهم، موافق، حلو جدا الحمد لله. ويبقى يفكر في مباراه ان شاء الله قادمه، اللي انا شايف ان هي الضغوط بتاعتها هتبقى اسهل من النهارده ان شاء الله باذن الله رب العالمين.